نحلم؟ أكيد نحلم. ماذا؟ شن تحلمك انتو يا؟ كان عندي أفكار والقائد رفضها. كان عندي فكرة واحدة أرسلتها وصار كاتب دخولية ما أخذ فكرتي. الله يصلح يهدي. أكثر مشكلة إنه ما يعني بعض الأحيان يعني الأغلب إنه يعني ما نجهز بدري مرة، يعني نجي على آخر شيء ونجي نجهز بعض الأحيان بعض اللي في الفريق يتأخرون شوية وزي كذا، فهذه هي المشكلة. إيش اللي أعجبني في الهوامير يوم إن انتقلت للمطانيخ في القرعة الإدارية؟ يا أخي فريق يعني وش اللي ما في الهوامير هذول القويين قويين، يعني أي واحد يدخل فريق الهوامير هذا وده يطلع منه يراجع نفسه. صدق والله أصعب يوم مر علي في الحصالة. وليش؟ في شيء ودي أقوله قبل ما تقول السؤال. أكثر شيء قهرني في الحصالة طبعاً إني إذا كنا فيه فقرة تنافسية يجاء يقولك إبراهيم ركز إبراهيم ركز ركز ركز. يا أخي ما يحتاج يعني تقولونها، يا أخي إحنا الحين واثقين بنفسنا، يعني ما يحتاج تقول هالكلام. يعني الناس اللي بيشوفونا بيقولون هذول مو واثقين بنفسهم، إحنا واثقين الحمد لله، لكن يعني مزحة وهذه ما تعجبني الصراحة. ممكن مخرج ما يعجبه العجب لأن أخذت كاركتر أول مرة أجربه وأبدعت فيه. إذا جاني واحد يعني من أخويا طلب من يعني يبغى يشارك في الحصالة اثنين، راح أنصح نصيحة إنه حاول إنك حتى لو خسرت، مهما خسرت مثلاً في هذا البرنامج التنافسي، مهما خسرت مهما يعني صار شيء لا تيأس، حاول أكثر من مرة، حاول إنك تجهز بدري، حاول إنك يعني تبذل طاقتك كلها عشان تطلع بأفضل صورة أنت وفريقك. لو كان بيدي إني أغير قائدكم سويته ولا لا؟ أطلع أنا ولا أغير قائدي؟ أحس إني تحمست مرة. لا مستحيل ما أدري ليش ما أدري بس مستحيل. لازم كده يرسل روح عشان لازم في روح هذا اللي تتقاعد، ليش ما أدري. لازم تكلم بواقعية. لو كان في برنامج حصالة رقم اثنين نفس الأشخاص ونفس القائدين راح أكون مشارك فيه يعني ولا لا؟ صراحة إيه أكيد راح أكون مشارك، لأن صراحة تجربة الحصالة واحد كانت تجربة مرة جميلة مع شباب طيبين، يعني خاصة القائد وليد كان يعني يونسنا إذا خسرنا مثلا في فقرة يقول لا يحمسنا، يعني بالعكس يعني ما يقولك لا خلاص لا، يعني الحمد لله يعني هذا شيء اللي يعجبني في القائد. كاركتر أول مرة استخدمه ولهجته شوي صعبة، كنت أحاول أقلد الحمد لله ومشت معي وضبط طلع بشكل ممتاز الحمد لله. قد جاني شعور في الحصالة إني تمنيت إني أطلع؟ طبعا لا، لكن في بعض المرات تكون مثلا خسرنا بطريقة يعني تقهر، لا يعني ممكن أنقهر زي كذا، لكن إني أتمنى إني أطلع مستحيل، خصوصا إني محل كيان. السبب الرئيسي في الخسارة إذا خلنا خسرنا، أنا أقول ماني بخاسرين أكيد، الحين قاعدين بيد واحدة صراحة. إن شاء الله ما في أي خسارة في الموضوع. شلون أقول لك؟ سؤال صعب صراحة، ما فكرت إني أخسر، ما فكرت. إيش كانت فكرة الفلوق؟ وش رأيك في التجربة؟ تجربة حلوة، الفلوق برضو حلو، يعني في عفوية برضو من الشباب، مش الحمد لله هو ما قصرنا. العفوية هي أساس الفكرة الجميلة. اللي استفدته إنه أنا كان يعني كعادتي السنوات اللي فاتت قبل كورونا كنت أرجع من المدرسة يعني أقعد طفشان ما عندي شيء، بعض الأحيان أنام وأكمل، بس لا يعني الحمد لله مشاركت ببرنامج الحصالة يعني صرت أجي بعد المدرسة متحمس وأجهز، ومثلاً كان عندي دخولية أجهزها وأرسلها يعني الفريق وزي كذا، وأجي متحمس يعني الحمد لله انبسطت مرة كثير، يعني أقول الحمد لله إني شاركت البرنامج عشان أغير جو يعني جو الدراسة وزي كذا. طبعاً أنا شاركت في الورقة الرابحة وفزت، والآن شاركت في الحصالة تقريبا برنامج تنافسي مثل الورقة الرابحة، وبأفوز بإذن الله. طعم الفوز أنا متعودة،
طريق الفوز انا شايفه. عيت تجي الحكمه الحلوه، بس اهم شيء ان هذا كيف الحال؟ الحمد لله. توقعات الفريق الفايز الهومير ان شاء الله، لان كل المسابقات اغلبنا احنا فايزين فيها، هم جمهور فقط كشف حسابهم يربحون فيه فقط لا غير، باقي المسابقات احنا